السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالدرس أين أجد الماء في الطبيعة من مرجع الواضح في النشاط العلمي للسنة الأولى من التعليم الابتدائي. إذا الهدف من هذا الدرس هو أن نتعرف بعض مصادر الماء، أن يتعلم ويتعرف التلميذ، إذا تلميذ المستوى الأول، مصادر الماء. إذا لنبدأ بوضعية الانطلاق. إذا لاحظوا معي الصورة الأولى، إذا ماذا تلاحظون في الصورة؟ نعم، نلاحظ ماء بحيرة. إذا بحيرة بها ماء. والصورة الثانية لاحظوا معي، إذا ماء بئر. إذا فالبئر يضم كذلك ماء، ويمكن أن نستخرج الماء من بئر. إذا التساؤل الذي سنطرحه أصدقائي صديقاتي، ما هي مصادر الماء؟ ما هي مصادر الماء؟ إذن كجواب عن هذا السؤال، ما هي مصادر الماء؟ يمكن أن نجيب نجد الماء. إذن انطلاقا من وضعية الانطلاق، نجد الماء في البحيرات والأنهار والآبار كذلك. والآبار، الآبار هي جمع بئر. إذن سنقول نجد الماء في البحيرات والأنهار والآبار. ونمر الآن إلى ما سنقوم به. إذا لاحظوا معي، أجفف قطع جليد بمنديل ثم أضعها في كأس وألاحظ. أكتب تحت كل رسم إحدى العبارتين التاليتين أو هما معا، جليد، ماء سائل. إذا بالنسبة للصورة الأولى لدينا جليد، إذا جليد مجفف في كأس، إذا جليد فقط، جليد. بالنسبة للصورة الثانية لاحظوا معي بداية الانصهار، هذا انصهار الجليد. إذا هنا نتحدث عن جليد وماء سائل، إذا جليد وماء سائل. بالنسبة للكأس الثالث، إذا لاحظوا معي فقطع الجليد إذا تحولت من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بشكل يعني تقريبا شبه تام. إذا ف يعني اقتربنا من اختفاء الجليد إذا من الكأس. إذا هنا سنكتب كذلك، إذا جليد وماء سائل. بالنسبة للكأس الأخير اختفى الجليد تماما وتحول إلى ماء سائل، إذا ماء سائل. ما ألاحظه، إذا عندما أمسك قطعة جليد صغيرة بيدي المكشوفة ثم أضعها في كأس، ألاحظ أن قطعة الجليد تتحول إلى ماء سائل. نعم، إذا قمتم بهذه التجربة إذا في منازلكم، فإن قطع الجليد تتحول إلى ماء سائل. نمر الآن إلى السؤال الثاني أو النشاط الثاني. أضع تحت كل صورة اسم مصدر الماء في الطبيعة، ماء البحر، ماء المطر، أو ماء الينبوع. إذا الصورة الأولى فهي تمثل ماء الينبوع، إذا سنكتب ماء الينبوع. إذا ماء الينبوع. بالنسبة للصورة الثانية، إذا فهي تمثل ماء البحر، إذا سنكتب أسفل الصورة ماء البحر. بالنسبة للصورة الثالثة، إذا فهي تمثل، لاحظوا معي، ماء المطر، إذا سنكتب ماء المطر. إذا فلمصادر الماء إذا متعددة ومتنوعة. إذا فالماء يأتينا من الينابيع، البحار، الأمطار،
الأنهار، البحيرات، الآبار. إذا ملاحظة، إذا مصادر الماء في الطبيعة كثيرة ومتنوعة. إذا بالنسبة للاستنتاج، إذا نجد الماء، إذا سنكتب نجد الماء في الينابيع والبحار وانطلاقا من الأمطار، وانطلاقا من الأمطار. نمر الآن إلى كتابة الخلاصة. أستخلص، أملأ الفراغ بالكلمات المناسبة. الماء مصدر، إذا الجليد، إذا مصدر ماء طبيعي. الجليد مصدر ماء طبيعي. مصادر الماء في الطبيعة متنوعة، من بينها الثلوج والأمطار والبحار والأنهار والينابيع. إذا أنمي رصيدي. إذا بالنسبة لكلمة جليد باللغة الفرنسية غلاس، غلاس. بالنسبة لكلمة سائل ليكيد، ليكيد. وبالنسبة لكلمة ماء أو. إذا نمر إلى آخر فقرة. أعبئ تعلماتي. أكتب تحت كل صورة العبارة المناسبة. ماء سائل، ماء صلب، ماء مالح. إذا الصورة الأولى فهي تمثل للأمطار، تساقط الأمطار. إذا هنا نتحدث عن ماء سائل. الثلوج، إذا هنا الماء في حالته الصلبة، إذا سنقول ماء صلب. الصورة الثالثة إذا لماء النهر، إذا ماء سائل. وبالنسبة للصورة الرابعة إذا فهي تمثل ماء البحر، وهو ماء مالح، ماء مالح. إذا أصدقائي إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. موعدنا يتجدد دائما على نفس القناة. إذا الفيديو القادم إن شاء الله تعالى سنجيب من خلاله عن أنشطة الحصة الثانية تحت عنوان كيف أميز الماء النقي من الماء العكري. كونوا في الموعد. إلى اللقاء.